فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ذكر الله في الآية الكريمة قرة الأعين، فماذا تعني؟ في معاجم العربية القرة من القرور، وقرور العين الدمع البارد الذي يخرج ويفيض من العين مع شدة الفرح، وكان من دعاء العرب أبرد الله دمعك، فدمعة السرور باردة وحر الدمع دليل الحزن والغم. وفي قرة العين فرح وسرور واستقرار الأمور وطمأنينة القلب، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك قرة عين لا تنقطع، لأن في قرة العين سرور النفس لمقابلتها ما يسرها مع الرضا التام. ووردت قرة العين في عدة مواضع من القرآن وتعلق ذكرها بالمؤمنين. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. لذلك جعلت قرة عين المؤمن في ذريته، وجاء في قصة موسى عليه السلام: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. كان الولد سببا لفرح امرأة فرعون، ثم رده الله إلى أمه كي ترضعه، وكان في ذلك قرة عين لها. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن تقر عينه في الدنيا والآخرة، وجعل الله تعالى قرة عين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الصلاة لمكانتها الرفيعة وفضلها العظيم، فقال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة.